بشكل جيد كذلك. لهذا فالمضغ الجيد مسألة مهمة ومسألة ضرورية. النقطة الثانية كيف ما تنعرفوا أن كل ما يتم تناوله يمر عبر الجهاز الهضمي، وطبيعة الحال عملية الهضم تختلف من عضو الآخر على حسب المكونات الغذائية اللي دخلنا. فمثلا ملي تنهضروا على النشويات مثلا، فالنشويات عملية الهضم ديالها تتبدأ على مستوى الفم، داكشي علاش ملي تنحطوا واحد الطريف مثلا ديال الخبز في الفم ديالنا فتبدا يدوب لان فيه النشا، وبالتالي فعمليه الهضم تتبدا على مستوى الفم. في حين ان مثلا لو اننا نحطوا طريف ديال اللحم في الفم ديالنا فما غيطرى عليه حتى شي تغيير، لان اللحم هو عباره عن بروتينات ودهنيات، فالهضم ديالها يعني ما تيتمش على مستوى الفم، تيتم على باقي الاعضاء، وخصوصا البروتينات يعني عندها علاقه كبيره بالمعده. فعلاش نهضر على هذه النقطه هذه؟ لان تنعرفوا ان يعني الجهاز الهضمي إذا صلحت باقي الأعضاء، وإذا فسدت باقي الأعضاء، لأن كل ما نأكله كيف ما قلت يتم عبر الجهاز الهضمي. والجهاز الهضمي يقدر يكون إلا ما تهليناش فيه بهذا المفهوم هذا ديال الدارجة ديالنا، إلا ما تهليناش في الجهاز الهضمي ديالنا فتنقدروا يقدر يكون سبب ديال النقص في إحدى المكونات الغذائية هي عدم الاستفادة ديالنا من هذه المكونات على مستوى الجهاز الهضمي، وليس عدم إدخالها. يعني بعض الأحيان كاين نقص، الناس اللي تعانيوا من نقص في إحدى المكونات الغذائية والمشكل ماشي أنهم ما تيدخلوهاش، لا، المشكل هو أنهم ما تيستافدوش منها. يعني ملي تيدخلوها للجسم ديالهم ما تتكونش هناك واحد الاستفاده. علاش؟ لان كاين هناك مشكل على مستوى يعني الجهاز الهضمي، خصوصا على مستوى المعده، ولا خصوصا على مستوى الامعاء، لان هناك تتم عمليه الامتصاص، وبالتالي فالجسم ما تيقومش بعمليه الامتصاص، وبالتالي فهذيك المكونات ما تتمش توزيعها عبر الدم الى جميع الاعضاء الاخرى. لهذا فخصنا نعتنيو بالجهاز الهضمي ديالنا، وخصنا نعتنيو خصوصا بالامعاء ديالنا. لهذا بالنسبه يعني الفوريفر، بالنسبه للبيانات ديجستيف، تقترح علينا ثلاثه ديال المكملات غذائيه اللي هي بالنسبه لي انا مهمه ضروريه ومفيده، اللي هي لا بولب دالويفيرا، لايتا يعني الثوم وزعتر، ولاكتيف بروبي اللي هو غادي نحاولوا نهضروا عليهم بثلاثه. فكيف ما خصنا نعرفوا ان الجسم ديالنا يعني عن طريق التوتر، عن طريق التلوث، عن طريق يعني التناول ديال الاغذيه الغير صحيه، فهناك بعض الاعضاء اللي تتاثر في الجهاز الهضمي، ومن بين هاد الاعضاء هناك الامعاء. فالامعاء تتم تتاثر بواحد الشكل كبير مع مرور السنوات، وبالتالي فتيخصنا نعتنيو بها. فاذا بغينا نبداو يعني بطبيعه الحال كاين هناك لاكول ديفيرا اللي الكل اللي تنعرف الكل تيعرفها وتنتحدثوا عليها بزاف. فلا بوب ديال الويفيرا اللي فيها واحد النسبه كبيره بزاف ديال الويفيرا، ولا ديال لا بوب ديال الويفيرا، وفيها نسبه كبيره ديال الفيتامينات ديال الاملاح المعدنيه ودير مضادات الاكسده. هاد مضادات الاكسده اللي تتلعب واحد الشكل كبير، واحد الدور كبير جدا بشكل مهم في الوقايه من الشيخوخه المبكره، وفي العنايه بالخلايا ديال الجسم ديالنا، وتتقينا ما يعرف بلو ستريس اوكسيداتيف، بالتالي فتتخلصنا من الجذور الحره. وهذه نقطه ومساله اللي هي مهمه وضروريه بالنسبه للامعاء ديالنا وبالنسبه للجسم ديالنا. من بعد كاين عندنا لاي ايتا يعني الزعتر والثومه اللي هما مهمين بزاف بالنسبه للمعده، وهذه مسألة اللي هي مهمة، وخصوصا أن لاي ايتا اللي ما تيقدرش على يعني الريحة ولا المذاق القوي ديال الثومة، فهنا كاين هذا المكمل يعني ما فيهش الريحة ديال الثومة. ومن بعد كاين لاكتيف بروبي اللي بكل صراحة أنا بالنسبة لي تعتبر واحد المكمل غذائي اللي هو مهم بزاف وضروري لنا. علاش؟ لأنه تيجيب لنا البكتيريا النافعة لي بروبيوتيك، بالإضافة لي بخي كذلك. هاد لي بروبيوتيك اللي هي عبارة عن بكتيريا نافعة اللي تتكون بالملايين، إلا ما كانتش بالملايير على مستوى الأمعاء، ولكن مع مرور الوقت فتتبدا تمشي هذيك البكتيريا، نظرا كيف ما قلت قبيلة للتناول ديال الأغذية الغير صحية أو للتوتر أو لشيء من هذا القبيل فتنفقدوها. لهذا فالتناول ديال البروبي تيساعدنا باش نجددوا هذيك البكتيريا على مستوى الأمعاء، وتتولي عملية الامتصاص غتتم بواحد الشكل مفيد وبواحد الشكل جيد بالنسبة للجسم ديالنا. دونك هذا بالنسبة للبيانات ديجيسيف. من بعد كاين عندنا بالنسبة للزارتيكولاسيون، خصوصا بالنسبة للناس يعني اللي تيديروا الرياضة، اللي تيديروا السبور. وبطبيعة الحال ربما النقطة الأولى اللي هي مهمة واللي الكل غادي تعجبو بالنسبة للارتيكولاسيون هو الفريدوم.
فالفريدوم بطبيعة الحال يعني اللي هو مهم بزاف بزاف بالنسبة لي زارتيكولاسيون اللي تعتبر يعني واحد المنتوج اللي هو تساهم بشكل كبير في الوقاية وفي الحفاظ على الصحة ديال لي زارتيكولاسيون ديالنا، وسورتو تساهم في التكوين ديال الكولاجين نظرا لاحتوائه على الفيتامين سي. بالاضافه لهذا فهو تساعد باش نحافظوا على الخلايا ديالنا كيف ما قلنا قبيله، لانه فيه مضادات الاكسده تساعد باش نحافظوا على الخلايا ديالنا من الشيخوخه المبكره. بطبيعه الحال هو فيه الالوي فيرا، فيه لو جو دورانج كونسونتري. بالاضافه لهذا ان فيه مجموعه ديال مضادات الاكسده اخرى اللي تتساهم وتتلعب هذا الدور هذا ديال مضادات الاكسده، وبالتالي فهو مهم بالنسبه للعظام ديالنا، بالنسبه للزارتيكولاسيون ديالنا، بالنسبه للكولاجين فهو مهم ومهم بزاف. وبالتالي تنصح الناس يعني اللي تيديروا الرياضه بشكل كبير انهم يتناولوه، فممكن ناخذوه دو فوا جوج المرات في النهار، يعني ما خصناش نتجاوزوا 80 مليلتر في اليوم. دونك ممكن نشربوه مع الماء، ممكن نشربوه نخلطوه مع عصير فواكه ولا عصير خضر، فهو مفيد ومهم مهم بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم ولا اللي بغاو يقين نفسهم من هذا المشكل ديال لي زارتيكولاسيون او لا مشكل او نيفو ديال لي كارتيلاج. من بعد كاين عندنا الفوريفر موف، هنا كذلك بطبيعه الحال منتوج اللي هو نقدر نقول انه مهم كذلك بالنسبه للناس اللي تيديروا الرياضه. علاش هنا بطبيعه الحال غادي نركزوا على الرياضه، لان الاغلبيه ديال الناس ملي تيبداو يديروا الرياضه خصوصا فاش يلاه تيبداو ما تيعرفوش يتعاملوا مع الرياضه، فتيقدر يوقع لهم بعض المشاكل. هذه المشاكل بطبيعه الحال تيخصنا نتفاداوها، وهذه مكملات غذائيه اللي نظرا للمكونات الغذائيه اللي فيها تتساعدنا باش نتفاداو يعني هاد المشاكل هذه. وهاد المكملات الغذائيه يعني اللي نسيت ما قلتش قبيله، سمحوا لي قبل ما نرجع للموف، اللي نسيت ما قلتش قبيله هو ان راه ما يمكنش هاد المكملات الغذائيه تعطيني نتيجه الا ما كانش عندي واحد النظام غذائي صحي طبيعي ومتوازن. يعني ان هاد المكملات الغذائيه حنا تنهضروا على دابا مزيان، تنقولوا انها مفيده، تنقولوا انها جيده، تنقولوا انها ضروريه، ولكن خاصنا نعرفوا بان هاد المكونات هاد المكملات الغذائيه راه ضروري تيخصنا نتبعوا معها واحد النظام غذائي طبيعي ومتوازن، وما يكونش فيه بزاف ديال الامور الصناعيه اللي تقدر تبطل ولا تخسر المفعول ديال هاد المكملات هذه. فهاد المكملات هي من اجل الوقايه، وتعتبر مكمل من اجل من مع واحد النظام غذائي اللي هو جيد. فإذا ما كانش غيكون عندي نظام غذائي جيد بكل صراحه، ف يعني صعيب باش هاد المكملات انهم يعطيوني نتيجه. فنرجع للموف فور ايفر موف بطبيعه الحال، اللي هو مهم كذلك بالنسبه للرياضيين، مهم بالنسبه للناس الكبار. فهو عباره على مكمل غذائي اللي مصاوب اللي تجمع ما بين القشره ديال الجلده ديال القشره ديال البيض، بالاضافه للاكستري ديال الكركما. وبطبيعه الحال ملي تنجمعوهم هو والفريدوم فتساعدنا على واحد البيانات ديال يعني واحد الحفاظ على الصحه ديال لي زارتيكولاسيون بواحد الشكل كبير وكبير بزاف. وخصوصا يعني هو غني بلاسيد ياليغونيك وبالكولا، تساعدنا كذلك في التكوين ديال الكولاجين، وهذه كلها امور طبيعه الحال كيف ما تنعرفوا ان الناس اللي تيمارسوا الرياضه ف يعني مهم بالنسبه لهم. بالاضافه لهذا في مكونات في المكونات ديالو نسيت ما ذكرتش كذلك لا جيلاتين ولكن ديال الحوت، لا جيلاتين ديال البواسون، وهذه كلها امور اللي هي طبيعه الحال مفيده بالنسبه للرياضيين، بالنسبه للناس اللي تيديروا الرياضه. اولا ماشي ملي تنهضروا على الرياضه ماشي ضروري تكون الرياضه بشكل رياضه، راه نقدروا نهضروا حتى بالنسبه للناس اللي تيديروا الحركه، راه حتى تعتبر الرياضه الناس اللي تيبقاو واقفين بزاف مثلا، الناس اللي عندهم العمل ديالهم تيبقاو واقفين من الصباح حتى العشيه، فهذو كلهم اشخاص اللي لي زارتيكولاسيون ديالهم تيخصهم يتهلاو فيهم تيخصهم يتهنوا فيهم. من بعد كاين ام سي ام، الام اس ام جيل، هو اللي عنده علاقه باللي دولور دارتيكولاسيون، دونك هو فيه لو جيل دالوي فيرا، هو انه تيساعد بالنسبه ليدغاتاسيون ديال لا بارتي اللي غندهنوا فيها، بالاضافه انه فيه مجموعه ديال الفيتامينات وفيه مجموعه ديال المكونات الغذائيه اللي تتساعد وتعطي واحد لا سوبليس
بالنسبه للمكان اللي غادي ندهنوا فيه هذيك لا كريم. بطبيعه الحال عنده واحد دور مهم في التكوين ديال الخلايا ديال على مستوى يعني المكان اللي غادي ندهنوا فيه ولا المكان اللي عندنا فيه مشكل، وخصوصا كيف ما قلت يعني هذيك لا سوبليس تعطينا هذيك لا سوبليس خصوصا في لابو، وبالتالي فهو مزيان وتريح لنا لي زارتيكولاسيون ديالنا، يعني بالنسبه للناس اللي تعانيوا كذلك من هذا المشكل ديال لي زارتيكولاسيون. من بعد عندنا بطبيعه الحال تيرموجين، فتنظن انكم ان كل شيء تعرفوه بطبيعه الحال، ليفو في نسبه كبيره ديال الجلد الويفيرا في الزيوت ديال الزنجلان وديال الجوجوبا وديال الابريكو، هو عامر بالفيتامين او بمضادات الاكسده، وهذا كله دائما. فبالنسبه للميوسكل يعني ملي تكون عندنا الميوسكل مقصح شي شويه فهو السولاج هذاك لو ميسكل ايسولاج هذوك لي دولور ديال لارتيكولاسيون. بطبيعه الحال هنا حنا ما تنهضروش على الوقايه، تنهضروا على العلاج. وبالنسبه للاشخاص اللي عندهم مرض من الامراض ولا تيعانيوا من مشكل على مستوى المفاصل، فبطبيعه الحال ضروري الاستشاره ديال الطبيب معالج. هذا لا يعني اننا غادي نقوموا بهذه الامور غير من الروسنا، فضروري بطبيعه الحال الاستشاره ديال الطبيب المعالج. غير هو كيف ما قلت يعني تساعدوا بشكل كبير في الوقايه يعني ديال هذه الامور هذه اللي عندها علاقه بالارتيكولاسيون. بعد عندنا لا كونسونتراسيون اي ميموار. بطبيعه الحال هذه الامور اللي عندها علاقه بلا كونسونتراسيون فمايمكنناش نهضروا على لا كونسونتراسيون بلا ما نهضروا على لا بولب ديال الويفيرا. لا بولب ديال الويفيرا اللي نسيت ما قلتش قبيله ان ماشي تجيبنا فقط غير الفيتامينات والاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده، ولكن تجيبنا كذلك نسبه كبيره من الماء، وتنعرفوا بان في الجسم ديالنا تيخصو يكون عندنا ما بين 60 حتى 70% ديال الماء، وبالتالي فالشرب ديال لا بولب ديال الويفيرا تساعدنا باش نجيبوا نسبه الماء كذلك من الجسم ديالنا. كاين لاكتيكسي اللي هو عباره على الأوميغا 3 اللي بطبيعة الحال عندها علاقة كبيرة، كاين علاقة كبيرة ما بين الخلايا الدماغية وما بين يعني سميتو الأوميغا 3، فالكل تيعرف الدور ديالها. فالأوميغا 3 هي مهمة بزاف، مهمة بالنسبة للجسم، فلاكتيكسي تحتوي على نسبة كبيرة من الأوميغا 3. بالإضافة عندنا جينغو بلس، يعني فوريفر جينغو بلس اللي هو تساعد باش يقي الجسم ديالنا، وخصوصا يعني الخلايا الدماغيه ديالنا. هو يعني في مجموعه ديال المكونات الغذائيه، في مجموعه ديال يعني الجينغو بيلوبا اللي هو عامر بالفلافونويد اللي هما داخل في الخانه ديال مضادات الاكسده، وبالتالي فهو مهم بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال عدم التركيز. ما تنهضرش على الزهايمر، ما كاينش فرق، ما كاين فرق كبير ما بين الزهايمر وعدم التركيز. حنا تنهضروا على عدم التركيز اللي هو بطبيعه الحال ما تيعنيش الزهايمر، لان الزهايمر تتبقى هو يعني حاله اللي هي حاله مرضيه. من بعد كاين عندنا الفيتاليتي، فكاين البيري نكتار والفيتوليز بالنسبه يعني للرجال. فالبيري نكتار وكذلك يعني نسبه كبيره من لا بولب، اذا كيف ما قلنا قبيله مضادات الاكسده الاملاح المعدنيه الفيتامينات. الناس اللي ما تيقدروش على الذوق ولا المذاق ديال لا بولب، وان كان انا تنفضل لا بولب بصراحه، فممكن لهم ياخذوا البيري نكتار. فالفيتولايز ولا الفيتوليز هم هو بطبيعه الحال بالنسبه للرجال اللي تيفوق السن ديالهم 40 سنه باش يحافظوا على العمل الجيد ديال البروستات ديالهم. فيه الزيت ديال الزريعه ديال 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 السيترو ولا ديال القرعه، وحنا تنعرفوا الدور ديالها والعمل ديالها بالنسبه للوقايه من مجموعه المشاكل ديال البروستات. في بطبيعه الحال فيتامين، فيه البي سي، فيتامين بي 6، فيه لا فيتامين سي، لا فيتامين دي. بالاضافه النقط الرئيسيه والمهمه اللي كاينين فيه هما الزنك والسيلينيوم، وكل تعرف الدور ديال هاد جوج ديال المكونات الغذائيه ديال الزنك والسيلينيوم في الوقايه من مجموعه ديال المشاكل الصحيه. وكيف ما قلت خصوصا بالنسبه بالنسبه للبروستات. بطبيعه الحال هو فيه كذلك الويل دوليف اكسترا فييرج، فيه لا جيلاتين ديال 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 السمك ديال الحوت، فيه شويه واحد الاكستري ديال الرمان، وداك الشيء علاش هو عامر بمضادات الاكسده. وفيه لا ليكوبين اللي كلشي تعرفها انها تتلعب دور الوقايه من سرطانات البروستات. فالليكوبين يعني ممكن تقلبوا عليها، هي تعتبر المكونات الرئيسيه اللي تتلعب هذا الدور ديال الوقايه، فتلقاوها في مطيشات، تلقاوها في التلاح الى اخره. من بعد عندنا لي سوان دو فيزاج،
بطبيعة الحال الهدف منهم الرئيسي يعني من لي سوان دو فيزاج عندنا ليدغاتاسيون، يعني الأغلبية ديال هاد لي سوان هادو تيكون الهدف منهم هو ليدغاتاسيون. وتنعرفوا بأن هاد لي سوان هادو بطبيعة الحال تيخصنا أننا نحترموا الطريقة والكمية اللي غادي نديرو، يعني غير باش نعرفوا بأن ليدغاتاسيون بالنسبة للجلد تعتبر مسألة اللي هي مهمة ومسألة اللي هي ضرورية. بالإضافة لهذا أن هاد لي كريم أنا دائما تنقولهم راه ما يمكنش يعطيونا النتيجة إلا ما كانوش مصاحبين بواحد يعني واحد نظام غذائي اللي هو جيد. وهنا بطبيعة الحال تنقولوا يعني كيف ما بغى يكون نوع ديال 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 لا كريم اللي غادي نديرو، ف مثلا اللي غنهضروا على لاكتيفاتور يعني اللي هو تنعرفوه بانه تيمكننا نستعملوه بالنسبه لجميع انواع ديال الجلد اللي فيه واحد النسبه كبيره ديال الالوي فيرا. هو سي ان بويسون ايدغاتو، يعني تي ايدغاتينا لا بو ديالنا بواحد الشكل اللي هي كبيره وكبيره بزاف، وهذه نقاط بطبيعه الحال اللي هي ايجابيه وهذا هو الهدف منه. من بعد كاين عندنا لا لوسيون تونيفيانت اللي كذلك يعني تعطي واحد بالنسبه للبشره، الناس اللي تيبغيو يعني كاين الناس اللي تيبغيو يكون عندهم واحد ليكلا في البشره ديالهم، ف يعني كيف ما قلت قبيله الهدف دائما الهدف الرئيسي هو نعطيو واحد يعني واحد ليدغاتاسيون لا بو ديالنا. ف لا لوسيون تونوتيونت يعني فيها دي زيكستري ديال لو تي بلون وديال لي زالغ روج تتساعدنا باش نحافظوا على التوازن ديال بي اش في الجلد ديالنا، وهذه مساله بطبيعه الحال اللي هي مهمه ومساله اللي هي ضروريه. من بعد كاين لافوكادو، كاين الاي كريم، كاين ليكسفولياتور، وكاين لافوكادو بطبيعه الحال هي عباره على صابونه باز ديال لافوكا اللي هي تتغذي البشره ديالنا وتتنقيها، وهذه امور اللي هي مفيده ومفيده بزاف بالنسبه للوجه ديالنا وبالنسبه للجلد ديالنا ككل. من بعد كاين ليجين كوتيديان، وليجين كوتيديان انا يعني اللي يمكن نهضروا على ليجين كوتيديان هي امور اللي تنستعملوا نقدروا نقولوا بشكل يومي. وهنا كاين مجموعه ديال الامور وكاين مجموعه ديال النقاط اللي هي رئيسيه، وهاد الامور اللي تنستعملوا بشكل يومي بطبيعه الحال لان بمعنى تنستعملوها بشكل يومي فخصها تكون ما فيهاش بعض الامور اللي تقدر تضر بالصحه ديالنا. فتنعرفوا لالويلوشن، تنعرفوا الهاند سوب يعني، وتنعرفوا لو ستيك والسانيتايزر والبرايت. وناخذ غير امثله مثلا ديال السانيتايزر وديال ستيك وديال البرايت، اللي مثلا ستيك ما فيهش لو سيل دالومنيوم والبرايت ما فيهش الفليور، وهذه جوج الامور اللي هي مهمه واللي هي رئيسيه، وبالتالي فهذه امور تستعملها يوميا، فمن الافضل ومن الاحسن ومن الضروري انها تكون طبيعيه بشكل جيد، تكون طبيعيه 100%. دونك فوالا تنشكركم، تنتمنى نكون جاوبنا على مجموعه الاسئله فيما يخص هذه المكملات الغذائيه. فتنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في شي فرصه قريبه ان شاء الله. وما تنساوش دائما تنقولوا بان المكملات الغذائيه تخصها تمشي مع النظام الغذائي الصحي الطبيعي المتوازن، وكذلك مع ممارسه الحركه. و يعني تبارك الله عليكم، والله يلاقينا في شي ساعه الخير، والله يوفق. السلام عليكم.